القرآني الذي تنظمه هذه الجمعية المباركة جاء في هذه النسخة تحت شعار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جاء على صيغة أمسية قرآنية استضافت ثلة من قراء المملكة الذين شاركوا ومثلوا وتوجوا بجوائز وطنية وعالمية خارج البلاد. هذه النسخة جاءت بعد يعني سنتين من البعد عن هذه المهرجانات القرآنية بسبب الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا وفاتحة خير للقادم من المهرجانات والملتقيات إن شاء الله. جاءت مشاركتي ككل سنتين بآيات بينات من الذكر الحكيم، شاكرين الله عز وجل على هذه الأجواء التي توفرها هذه المنطقة وهذه الجمعية، شاكرين للسلطات على يعني على سعيها دائما وحرصها على تنظيم هذه المهرجانات في سبل عادية وإجراءات الحمد لله يعني حريصين على يعني على تنظيم هذه المهرجانات في صياغ جيدة. فشاركت كذلك في هذه الليلة المجموعة المنعمية للسماع والمديح، وهذه أول مشاركة لها في هذه المنطقة أو هذه يعني أو هذا المهرجان وهذه الأمسية. جاءت بصيغة مصغرة يعني مجموعة تضم يعني مجموعة من الأخوة، فاقتصرنا فقط على 6 إخوة للمشاركة في هذا المهرجان وتمثيل المجموعة أحسن تمثيل. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم وأن يبارك في جهود المشرفين والمنظمين، ونشكر المنابر الإعلامية التي لا تبخل بهذا الحضور وبهذا الإشراف وهذه التغطية المباركة لجميع الملتقيات القرآنية. بارك الله في جهود الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد ضيع عيني.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.